الجزائر مكة حركات التحرر الإفريقية، كان من واجبها تأكيد مكانتها على الساحة القارية. الجزائر المضيافة التي استقبلت إفريقيا الثقافية في مهرجان 1968 تستضيف من جديد إفريقيا الرياضية، هذه المرة في إطار الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية. لي جوز افريكان الفاليك كومبروف بلي وي عويس بن شيخ، هادو كامل اللاعبين اللي كانوا يعني زادوا عدد الفريق تاعنا، بين باللي راهو في طريق مليحه يعني 78. اون بليس جاوا لاعبين اخرين كبار تاع فرق كيما اللي كانوا يجوا من مولوديه الجزائر من جياسكا.